استاذ ممدوح اسماعيل، كل عام وانت بخير. تمسحه السلام. جاي النهارده في مدينه الرحمن بتاعه الشيخ عمر عبد الرحمن، اتفضل. كل سنه طيبين. صباح السلامه. بدايه اسال الله تبارك وتعالى ان يفرج كرب الشيخ عمر عبد الرحمن وان يفك اسره. انا عايز اقول كلمه مهمه جدا، ان الدكتور عبد الرحمن هو من اوائل الثوار في مصر، ومن قاده الثوار في مصر، ومن شيوخ الثوره في مصر. هو اول من دعا للثوره على النظام الفاسد، هو من اول من انار الطريق في الثوره على الظلم والفساد في مصر. فانا اعتقد ان الدكتور عبد الرحمن له دين في رقبه كل ثائر وكل من عرف طريق الثوره في مصر، وهذا الرجل له دين في رقبه كل المسلمين وكل الشباب الصحوه وكل الجيل الاسلامي، لان له بصمات واضحه في مقاومه الظلم، وله قواعد او له منارات انارت الطريق في مقاومه الظلم. وما يعني يحدث له الان في امريكا هو بسبب مقاومته للظلم. فانا بدعو كل ثائر وكل مناضل وكل مجاهد وكل مقاوم للظلم ان يقف مع الدكتور عمر عبد الرحمن وان يطالب بفك اسره والافراج عنه. لابد، هذا الموقف ليس خاص بجماعه ولا بطيار ولا بحزب ولا التيار الاسلامي ولا الملتحيين ولا غيرهم ولا ولا ولا. هذا الموقف اعتقد ان اول من يجب ان يتصدى له هو شيوخ وعلماء الازهر، ثم التيار الاسلامي، واعتقد ان الشعب المصري كله ينبغي ان يتبارى في الدفاع عن الدكتور عبد الرحمن ويطالب فك اسره. نحن اليوم من السفاره الامريكيه نعلن بكل وضوح انه يجب الا يستمر اسر الدكتور عبد الرحمن، ويجب فورا الافراج عن الدكتور عبد الرحمن. هذه المهزلة تحدث في أمريكا يجب أن تتوقف. الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل هنا في مصر للإفراج أو لتدخل الإفراج عن فتاة ارتكبت مخالفة قانونية وحققت مع النيابة العسكرية. أولى لهم أن يتدخلوا للإفراج عن رجل حر، رجل صاحب أفكار ومبادئ، لم يرتكب جريمة على أرض الولايات المتحدة الأمريكية. الجريمة تم تدبيرها من CIA ومن الفدرالية، البحث الفدرالية الأمريكية لنسج خيوط جريمة، ولكن الرجل كان يعلن رأيه بوضوح في أمريكا، له أيديولوجياته، له فكر، له منهجه، لم يرتكب جريمة. الجريمة هي جريمة استمرار حبس الدكتور عبد الرحمن، وينبغي إيقاف تلك الجريمة.